ورجعنا لكم أعزائنا المشاهدين عشان نتناقش مع بعض في أهم عناوين الصحف لهذا اليوم، وبيشرفني يكون تعليقا على أخبارنا ومنشطاتنا النهاردة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد المجيد الشواتفي، كاتب صحفي بجريدة الأهرام ورئيس تحرير جريدة البلاغ وعضو اتحاد الكتاب وعضو نادي القصة. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا في استوديو مصر الزراعية. أهلا بحضرتك. يعني خلينا كده قبل ما نبتدي النهاردة في مناقشة أخبارنا نشوف كده رؤية حضرتك العامة لمجموعة الإصلاحات الاقتصادية اللي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة، توقعات حضرتك الإيجابية لهذه القرارات وتوقعات حضرتك برضو السلبية على المواطن البسيط. شوف يا أستاذ محمد، هي طبعا الإجراءات الاقتصادية دي كانت مطلوبة من عقود مضت على اساس ان الاقتصاد ينمو نمو سريع ومضطرد، بحيث ان احنا نبقى زي الدول الصغيره جدا اللي تقدمت واصبحت بتسمى حتى في اسيا النمور الاسيويه. صحيح. مصر لا تقل قيمه ولا اهميه ولا موارد ولا قدرات ولا امكانيات عن اي دوله من الدول التي تحولت اليها، لكن يمكن الظروف السياسيه على مدى هذه العقود كما ذكرت لم تسعف مصر ولم تعطيها الفرصة الكاملة لكي تتحقق. طبعا نتيجة لحروب دخلناها ومشاكل ويعني تقلبات سياسية كثيرة سادت المرحلة اللي فاتت هي اللي أسهمت في هذا. النهاردة احنا لما تتعمل الإجراءات الاقتصادية دي لا شك انها هتحسن الحال البلد بوجه عام. صحيح مش النتيجة بتاعتها او الثمرة مش هتبقى سريعة، لأن المواطن المصري عادة عجول. أكيد. يعني احنا عندنا نوع العجلة وانتظار الحاجة تبقى، لكن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فإذا التوقيت ده يجب ان احنا نكون متمهلين فيه جدا كمواطنين، لكن على الدولة في الوجه الآخر انها لابد ان هي تكثف كل جهودها عشان المواطن يشعر بإيه؟ بثمار هذه الإجراءات في وقت قريب جدا. وأنا بدي أخد النموذج زي ما الرئيس جه في عملية قناة السويس وقال وعرضوا عليه وقالوا 3 سنين و2 سنين، هو قال سنة. أنا عايز إن كل مشروعاتنا وخاصة في مجال التنمية والمشروعات الإنتاجية أن يكون هذا التوقيت نفس الأسلوب. الحاجة اللي تتعمل في سنة لازم تتعمل في شهر. طب خليني اقف عند النقطه دي واسال حضرتك سؤال برضه فندم. يعني ما النهارده ان الحاجه اللي بتتعمل في سنه اعتقد انها بتتكلف برضه مبالغ ممكن تكون اكبر من المبالغ لو اديناها وقتها، على اساس ان احنا بنشتغل بشكل مكثف. نعم. فهل نحن دلوقتي في حاجه لان احنا نقفز قفزات سريعه جدا حتى لو ضغطنا نفسيا بشكل اكبر، ولا محتاجين احنا نتمهل شويه بحيث ان الضغط يتوزع على فتره اطول شويه، بدل ما يبقى في سنه يبقى في 3 سنين على المواطن المصري؟ عشان يعني المواطن النهارده برضه متخيل ان الدوله بتضغط عليه لتحقيق اهداف معينه او الحكومه او القياده السياسيه عايزه تأرخ في تاريخها انها انجزت بعض الانجازات، وده مش حقيقي. يعني احنا عايزين نفهم الناس عشان ما بقاش في فرصه لقوى الشر انها تلعب في دماغ الناس وتقول لهم ان الناس او القياده السياسيه او الحكومه بتتحرك بشكل خاطئ. برضو عايز اقول لك يا محمد ان ده كلامك مظبوط، لان احنا عايزين نوازن ما بين السرعه وما بين امكانيه التنفيذ، ده شيء طبيعي. لكن هي الحكومه هي التي تاخرت كثيرا، لان كان المفروض قبل الاجراءات الاقتصاديه دي ان يسبقها تاهيل للدوله وللمجتمع عشان يتقبل هذه الاجراءات. بايه؟ بان هو يوفر الاحتياجات بحيث ان لما الاسعار ترتفع ما يحسش ما يشعرش بهذا. الى جوانب اخرى وهي التنميه الانتاجيه. انا مش حبني مصانع، انا احتياجاتي الضروريه اللي هي بتكلفني اعباء ماليه وخاصه في مجال النقد الاجنبي، المواد والسلع الغذائيه. مظبوط. اللي هي الحياه الضروريه اليوميه. صحيح. لكل مواطن بصرف النظر عن ان هو فقير او معدم او ثري ورجل اعمال. وهو ايه المواد الغذائيه على راس هذه الاشياء؟ ايه؟ العيش، القمح. صحيح. احنا لم نتخذ خطوات كفيله بانها توفر هذه الاحتياجات في هذا المجال. احنا ما زلنا لحد الان بنستورد 95% من احتياجاتنا من الزيوت. ده مش من الزيوت، ومن كثير من الامور. انا بضرب لا يعني بس الزيوت دي حاجه 95 ده كتير. ممكن الرز احنا ارحم شويه، يعني الرز ما عندناش مشكله لا فيه. ده انا الرز لسه هتكلم لك فيه. والقمح كمان انا بتكلم على ان رغيف العيش ده هو الاساس. يعني الانسان ممكن يأجل الرز. صحيح. يتنازل عنه، لكن رغيف العيش لا يمكن، لأن في ناس والأغلبية اللي احنا بنعالجها دلوقتي اللي هي محدود الدخل والفقراء والأفقر الفقراء دول هو أساسهم إيه؟
رغيف العيش. مظبوط. رغيف العيش عايز القمح، القمح احنا دلوقتي عاملين زي بالمثل الفلاحي اللي هو الخبيز الرحالي، ان احنا بنقعد نستورد، الاقي وزير التموين بين يوم واخر والله احنا تعاقدنا مش عارف على كام طن قمح عشان يكفي 3 شهور، عشان يكفي 6 شهور. طب ماذا لو فوجئنا بان في مشكله في الجهات او الدول اللي هتورد لنا؟ صحيح. زي ما فجاه مثلا حصل في السياحه دروب، اوقفوا السياحه، اوقفوا الطيران. احنا عانينا من هذه المشكله في فتره في زمن عبد الناصر، لما كان الموقف مع امريكا سيء وكانت هي اللي بتورد لنا القمح. ايوه. وتوقفت في صفقة جاية توقفت. واحنا قريب، ما هي روسيا عانت من مشكلة في حريق قمح، او حصل عندها مصيبة في القمح من كام سنة، حصلت لنا، انعكست علينا برضه. لا، هي في هذه الفترة اللي كانت فيها امريكا دي واوقفت الصفقة. أيوة. اللي حصل ان روسيا كانت في علاقة كويسة بيها، فادت اوامر لمراكب رايحة بتودي الصفقة لدولة ما، تغيرت اتجاهها وجاءت الى مصر. صحيح. طيب احنا ما نعيش على طبقا للظروف السياسية اللي ممكن تؤدي. يبقى احنا محتاجين لإيه؟ لزراعة قمح. دي نمرة واحد. انا قلت في اكثر من مناسبة ان بناشد الرئيس السيسي ان 1.5 مليون فدان، وبناشد الدكتور عصام فايد بصفته وزير وبصفته راجل شرقاوي والشرقية أرض زراعية كمصر تماما، وهو يعرف هذه القيمة، إن احنا 1.5 مليون دول لماذا لا نحولهم لزراعة القمح؟ ده لو اتعمل مجمع زراعي متكامل تديره الدولة أو تديره حتى القوات المسلحة، ما المانع؟ ده هيشغل مئات الآلاف من الأيدي العاملة، من العامل العادي للمهندس الزراعي للفني للبيطري لكل انواع الايه الخريجين. أيوة. بس يا فندم برضو انا فاهم، انا مستوعب اللي حضرتك عايز تقوله، يعني من منطلق من لم يملك قوته لا يملك حريته. مظبوط. لكن خلينا نتكلم بشكل زراعي، ويمكن احنا في قناه مصر الزراعيه بنبقى لامسين الموضوع يعني شويه. زراعه القمح النهارده لو وجهنا 1.5 مليون فدان لزراعه القمح، يعني ما ينفعش نسيبهم للمزارعين، لازم بتبقى عشان يبقى العائد اقتصادي مربح ومجدي. تمام. لازم تحول الى زراعه البيفوت اللي هي بتكلفتها عاليه جدا، مش هيقدر عليها الا المستثمر فقط، يعني مش تقدر عليه عشان تطلع النهارده اللي حضرتك تغطي مصر بالاسلوب اللي حضرتك بتتكلم عليه. لازم بنتكلم في زراعه مكلفه اولا، ثانيا يمكن الاراضي ما نقدرش نزرعها قمح بشكل مستمر ويبقى انتاجها، يعني لازم نطبق الدوره الزراعيه، وبالتالي هتبقى في موسم قمح ولازم هنزرعها حاجات ثانيه، فبرضه هي مش هتفضل تضخ قمح 24 ساعه في الخزانه المصريه يعني هيبقى في محتاجين اداره الموضوع ده بشكل او باخر. لكن انا متفق معاك في فكره او في مبدا او في كونسبشن الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية. ويمكن احنا كمان في قناة مصر الزراعية اطلقنا مبادرات يمكن تحل ازمة السكر، واتكلمنا عن اهمية نبات الاستيفيا وتبنينا المبادرة دي ودفعت اليها انا شخصيا، قلنا ان احنا بدل ما نضغط على السكر البلوري النهاردة في نبات الاستيفيا اللي بيدي ضعف الانتاجية عن الدول اللي اصلا يعني اشتغلت بيه عندنا في مصر، ونقدر نعمل منه سكر خالي من السعرات الحراريه، المعلقه منه ب1000 معلقه سكر في الحلاوه تدخل في كل الصناعات الغذائيه وتخف الضغط على السكر البروري. احنا فعلا محتاجين مجموعه كبيره جدا من الحلول الخارج الصندوق، محتاجين شويه نفكر نقعد مع الشباب ونسمع ونشوف بخبرات الناس الكبيره ازاي نقدر نطبق ده. لكن خلينا النهارده نبتدي بقى مناقشتنا لاخبارنا ومنشطاتنا النهارده، اللي اول خبر فيها الرئيس يوجه بدراسه مشاركه القطاع الخاص في مشروعات النقل العام. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أهمية مواصلة جهود وتطوير مرفقي مترو الأنفاق والسكك الحديدية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من هذين المرفقين الحيويين. كما أكد الرئيس خلال اجتماعه أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور جلال سعيد وزير النقل وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار أهمية سرعة الانتهاء من تطوير ضوابط الأمان بالسكك الحديدية من خلال تحديث المصدقانات والتوسع في تركيب نظم الإشارات الإلكترونية بما يضمن تعزيزا وأمنا وسلامة للركاب. خلينا نناقش مع حضرتك هذا الخبر وتعليقك عليه. هو طبعا وسائل النقل وخاصة السكك الحديد والمترو دي بقت من العوامل الضرورية، لأن احنا دلوقتي بنعاني مشاكل النقل، حتى لما الإجراءات الاقتصادية اتخذت بقت تحملت على النقل، الناس كلها بدأت تقول لك ده تكاليف النقل زادت. صحيح. طيب في نفس الوقت ان احنا بنعاني الحقيقه في المرفقين دول معاناه شديده. اولا في حاجات تهلكت
بعوامل الزمن كثيرة ولم صحيح. تجدد مزبوط. الصيانة احنا بنفتقد في مصر بالإضافة إلى المرفقين دول بنهمل عملية الصيانة بشكل عام، عندنا صيانة مزبوط. ولذلك بنلاقي في كل حاجة في المباني العادية وفي المدارس وفي الجامعات وفي المستشفيات وفي غيره، عدم الصيانة هو اللي بيؤدي لهذا، وبالتالي لما تتهالك العملية بنسب عالية بيبقى تكلفتها أصعب، يمكن لو تابعناها أول بأول هتبقى. فاحنا في مرفق النيل محتاجين دلوقتي، بتلاقي قطورات مكسرة جدا فيها الشبابيك في الشتاء ومقاعد مكسرة ومتبهدلة، طبعا في عامل كمان بيضاف إلى أن كثيرا من الناس اللي بتركب من ناس هواة التخريب اللي يقعد يكتب محتاجين رقابة يعني مزبوط. محتاجين صحيح. تاني يعود تاني راجل شرطة المرافق اللي هي خاصة بشرطة النقل بالذات ان هو يمارس مهمته في هذا المجال. فاحنا محتاجين للمراهقين دول ليه؟ حتى عشان الناس ما تشعرش بالفرق، يعني في دلوقتي ناس بتهرب من المترو القديم لانه بقى ما فيش تكييف وبقى متعبه وكله بالضغط بيروح على المترو العربات الجديده اللي هي جايه. احنا عايزين يبقى كله مستوى واحد حتى عشان ما يبقاش فيه تمييز بين راكب بيعاني هنا وراكب نفس المشكله القطارات نفس الحكايه نعاني منها، يمكن خطوط وجه قبلي وجه خاص تعبانه جدا، خطوط الركاب العاديه برضو محتاجه، فده من الاولويات اللي احنا بنحتاجها في المرافق والخدمات أكيد. بصفه عامه. خلينا نشوف الخبر برضو من وجهه نظر ثانيه النهارده. عنوان الخبر كان بيقول الرئيس السيسي يوجه بدراسة مشاركة القطاع الخاص، ويمكن ده برضو أحد النداءات المستمرة اللي بيناديها دايما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال لحركة الإصلاح المصرية بشكل عام، يعني وما بنلاقيش استجابة. يعني حضرتك شايف إزاي نقدر ندعم رجال الأعمال النهاردة لدعم مصر؟ يعني هو المفروض أن القطاع الخاص يشارك في كل القطاعات، يعني مش على قد المرافق ولا النقل العام، هو في النقل العام في مشاركة من القطاع الخاص هي ضعيفة، اللي هي الميني باصات اللي في القاهرة بصفة خاصة. لا بس دي مش شراكة مباشرة مع الحكومة المصرية. لا هي دي مشروعات خاصة، مشروعات خاصة بتدر ربح عالي عليهم وهكذا، لكن احنا محتاجينها تشارك مع الحكومة في ايه بقى؟ في انها تبقى شريك استثماري في المرفق ذاته، وليكن حتى كانت ايام زمان الاتوبيسات دي حاجات مخصصه يعني قطاع خاص كلها، ما كانش في قطاع حكومي. اعتقد كان يعني السيد عبد السلام المحجوب يمكن كان له تجربه رائده في دفع في اسكندريه في دفع رجال الاعمال لمساعده الدوله. اعتقد ان احنا محتاجين نفكر باسلوب عبد السلام المحبوب، يعني كما لقبوه اهالي الاسكندريه، في دعم. يعني كان بيعرف ازاي يخلي رجل الاعمال يدفع، وكان بيخليه ازاي يعرف يصلح، يعني عبر مجموعه من التسهيلات، وبعد كده نلاقي رجل اعمال بيعمل محطات الترام في اسكندريه، بيصلح شارع، بيعمل جداريه، بنوسع الكورنيش، كان في حاجات كتير حصلت في الوقت ده. لا في حاجه كمان، هو طبعا القانون الاستثمار الاخير ده بعد تشكيل المجلس الاعلى للاستثمار برئاسه رئيس الجمهوريه، ده ادى تسهيلات كثيره للمستثمرين، خفض الضرائب وخفض الجمارك، توافر البتاع، الاجراءات الروتينيه لانجاز صحيح. المشروع بسرعه، الشباك الواحد ده كله هيبقى حافز. عايزين نشوف الشباك الواحد بقى في كل حاجه مش في الاستثمار بس. لا يعني ما هو الاستثمار هو ده اللي احنا يعني محتاجينه، احنا بنقول رجال الاعمال، ما هم رجال الاعمال دول. وبعدين انا عايز النزعه الوطنيه لابد انها تتوافر عند رجال الاعمال للاسف، يعني مش متوفره، يعني صحيح. بمنتهى الامانه انا عايز ابقى صريح معاك انها مش متوفره عندهم. وبعدين لازم يبقى التنوع، انا ما اجيش لحاجه معينه زي ما الاقي مثلا السيراميك 100 واحد عامل لي سيراميك، طب ما نعمل فيه تخصص، يبقى بحيث ان حد اقصى عدد كده ما يتجاوزوش، لانه حتى هيقلل مكسب المجموع كله، هيقلل فكره الاحتكار كمان. يبقى انا اعمل ايه؟ اخلي القطاع الخاص يشارك في كل حاجه، انما واحد بيعمل نوع بلاقي الكل اتجه له ما دام شاف فيه المكسب. انا عايز ان هم يعني الناس على الوطنيه تبقى هي الدافع. هم خيبوا املنا بصراحه لما فتحنا صندوق تحيا مصر، يعني رجال الاعمال خيبوا املنا. ما هو ما انا يعني ما تفتحنيش اصلا من انا عارف، خلينا بس نستكمل اخبارنا يعني. انا عارف طبعا متاكد، لكن انا عايز اقول مش ان مبسوط منهم في حاجات كتيره. ما هو يعني ممكن نقدر بقى يعني نوصل معاهم لصيغه لدعم مصر برضو، هي يعني يتلقوا ياخدوا مجموعه من التسهيلات يقدموا قصادها خدمات، ودي كانت تجربه عبد السلام المحجوب. ننتقل لتاني اخبارنا اعزائي المشاهدين. الحكومه تبدا هيكله الدعم وتوقعات بحذف الملايين من غير المستحقين.
بدأت منظومة البطاقات التموينية في أخذ منحى جديد بعد قرار الحكومة لإسناد عمليات التنقية والإضافة والفصل إلى وزارة الإنتاج الحربي رسميا، فضلا عن إضافة المواليد والأفراد الذين لم يتمكنوا من الإضافة في وقت سابق. ومن المتوقع أن تشهد عمليات التنقية خروج نحو 30 مليون فرد غير مستحق للدعم، بما يوفر للدولة 5 مليارات جنيه جراء هذه الخطوة، فضلا عن إضافة الفئات الأولى بالرعاية والمستحقين لشبكة الأمان الاجتماعي. يمكن في مقدمة الحلقة النهاردة لو حضرتك كنت متابعنا كنا بنتكلم عن إزاي نوصل الدعم المستحقين، ويمكن اتكلمنا عن موضوع الكهرباء وعن موضوع البنزين. خلينا نتكلم النهاردة في موضوع البطاقات التموينية، وده موضوع حساس بيمس طبعا حياة المواطن المصري. طبعا هو البطاقات التموينية لأن هي الأكثر دعما في كل المجالات، يمكن الكهرباء والغاز والحاجات دي تحريك الأسعار هيخفض الدعم وبيوفر لنا يعني مليارات كثيرة جدا في هذا المجال، وده بيشمل الكل، يعني الكهرباء الكل بيستهلكها، مفيش فقير ولا غني، الغاز كله بيستهلكها، البنزين الأغلبية بتستهلكه، فدي كلها هتخفف الدعم، خففت بالفعل الدعم لا شك. لكن الجانب المهم اللي هو البطاقات التموينية، لأن ده اللي بيتعلق بقى بالإيه؟ بالضيق، وهنرجع تاني اللي هو القمح والعيش والسلع التموينية اللي هي يعني مش متوفرة، سكر والزيت، سكر والرز معروفة احتياجات الناس. فدي طبعا في كثير، هنلاقي نسبة غالبة، يعني انت قلت الرقم 30 مليون، 30 مليون ده بيمثل يعني تلت تعداد سكان مصر. يعني احنا كنا 90 مليون، يبقى في تلت هيتشال منهم، هيتشال منهم الدعم، وهنلاقي كثيرا من غير المستحقين، لان كانت ايام زمان البطاقات مفتوحه لكل الناس. صحيح. فكان الكل بيعمل، وبالتالي استمرت كما هي لما وتورث بقى، وكل واحد بيدخل بنته وبنته تدخل اولادها. لا طبعا شك يعني اذا كانت الاول دول 30، اذا كانوا مليون وصلوا 30 مليون في خلال ال 30 سنه أكيد. لان أكيد حركه المواليد زي ما احنا عارفين في زياده مستمره. فوصلت الى بقى تلت تعداد السكان بيستفيد من هذا الدعم. وبالقطع ان دول هم اللي غير مستحقين، لان فيهم، انا يمكن بتخيل ان في رجال اعمال عندها بطاقه تموينيه، لانه كان قبل ما يبقى رجل اعمال كان موظف، او كان راجل تاجر على قده، او بس السؤال هنا يا فندم، ما هو تاجر الاعمال يعني رجل الاعمال النهارده مش هيروح يقف في الطابور وياخد التموين بتاعه، يعني هو كده كده مش بياخده. تمام. طب ايه بقى العبء اللي وقع على الدوله في هذه الحاله؟ هو دي انها بتدعم هذا المجال، لكن بيتسرب بقى يروح، ما هو ده ممكن يروح السوق السوداء، يعني يبقى في السوق السوداء يتعامل، فبالتالي بحق الجشع والتجار والسمسره والحاجات الخاصه في هذا المجال ده، كله ناس كتيره شغلتهم هذا. صحيح. لدرجه ان في الاجراءات الاقتصاديه دي الاخيره الناس كانت طالعه بتدور على، لغايه دلوقتي في استغلال، وده نتيجه عدم الرقابه من الجهه من الحكومه. صحيح. عدم الرقابه، يجب ان تكون هناك رقابه شديده وقاسيه ورادعه وحاسمه، وتبقى في عقوبه عاجله. هو لغايه دلوقتي انا بعتبر في تراخي في الاجهزه الرقابيه غير طبيعي، فين مباحث التموين، فين حمايه المستهلك، فين مفتشين التموين، فين كل الجهات الرقابيه في كافه الجهات، لابد انها تمارس عملها، لان هو ده حاول حضرتك يمكن لنا احنا يمكن في قناه مصر احنا في قناه مصر الزراعيه فندم فتحنا يمكن الملفات ديت، وقعدنا اتكلمنا مع بتوع التموين، وقعدنا اتكلمنا مع بتوع حمايه المستهلك. نعم. وانا شخصيا يعني عملت اللقاءات دي بنفسي، اكتشفت ان احنا شغالين في جزر منفصله. يعني مثلا بكلم بتاع حمايه المستهلك قال لي بص هقول لك بصراحه، احنا معناش ضبطيه قضائيه، يعني احنا ما نقدرش، يعني احنا ممكن بس نوجه المباحث بتاعت التموين نقول لها هنا في مشكله، بس احنا ما نقدرش نعمل حاجه. شفنا مفتش التموين قال والله انا بنزل دلوقتي، الاول ما بيعرفوا ان انا مفتش التموين بيبجحوا فيا، وممكن اتضرب واتقتل وفي المكان اللي انا فيه لما اكون بفتش على فرن وبحرر مخالفه، بالاضافه ان انا بتحرك على رجلي مش بتحرك على يعني في مواصله في عربيه بتوصله، والعدد بتاعهم قليل وكل واحد بيغطي مساحه كبيره جدا، وبالتالي في ضغط شديد عليهم. لما اتكلمنا مع يعني رئيس غرفه التجاره والصناعه في محافظه القاهره وغرفه القاهره، لما كنا بنتكلم عن ازمه السكر قال والله في بعض الاخطاء ايام ازمه السكر، ان يمكن كان اي امين شرطه واي ضابط يشوف عربيه سكر يوقفها ويحجزها، وبعد كده يستنى بتوع التموين لما يجوا يحققوا في ورقها ويفرجوا عليها، فده كان بيعطل حركه
السكر في وقت الأزمة. يعني أنا عايز أقول إن كل واحد فعلا بيشتغل، لكن بنشتغل في جزر منفصلة. يعني هل يمكن النهاردة إن احنا نربط المنظومة ببعض؟ أعتقد ده هيكون عنوان خبرنا اللي جاي، ونشوف ممكن نستغله إزاي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يساهم في محاربة الفساد. قال ياسر القاضي وزير الاتصالات أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يساهم في محاربة الفساد من خلال بناء أنظمة تسهل على المواطن دون الذهاب لمكان تقديم الخدمة والاحتكاك مع مقدم الخدمات، لافتا إلى أن مصر تقدمت في مؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد وقانون الخدمة المدنية يلقى طريقه نحو الإصلاح. إزاي يا فندم النهاردة ممكن نطبق المنظومة الإلكترونية في أن احنا نشتغل مع بعض أولا ونحارب الفساد ثانيا؟ وطبعا المنظومة اللي ستك تذكرها من التكنولوجيا دي هي بدأت بالفعل في بعض المرافق، زي مثلا المرور. في دلوقتي ممكن تطلع رخصة العربية أو رخصتك الشخصية عن طريق النت. في مناطق كتيرة، حاجات كتيرة اتعملت بهذا المجال. ده التوسع فيها طبعا هيخدم زي ما قلت في الخبر، إن هو بيوفر الوقت، بيوفر التكلفة، بيسهل، ما بيديش بقى فرصة للتدخلات اللي احنا بنشتكي منها واللي بيشتكي منها مفتش التموين وبتاع حماية المستهلك وغيره. فدي طبعا بيبقى إنجاز سريع وبتحقق الربط ما بين كل هذه الجهات وبعضيها، لأن ما فيش حاجة هتتعمل إلا ما كانت الجهات المختصة بها، وهي أكثر من جهة هتبقى شريكة في هذا المجال. فأنا مع هذا، وإن كانت دي يعني احنا محتاجينها بالفعل، لكن في نفس الوقت هي محتاجة فلوس، يعني محتاجة مبالغ كبيرة لأن التكنولوجيا. بس فندم يعني النهاردة الشبكات العنكبوتية النهاردة وفرت كتير من المجهود، يعني أجهزة كمبيوتر ما بيكلفش حاجة. أنت بروجرامر النهاردة بيعمل سيستم على الإنترنت تقدر تتحكم في الدولة المصرية كلها وأنت قاعد في موبايل. نأمل أن ده يتحقق، وهو مش هكلفش فلوس، يعني جانب خدمي هيوفر صحيح في كثير. أقول لحضرتك محتاج إيه؟ محتاج بس أن احنا نقعد مع الشباب ونسمعهم ونقتنع أنه ممكن يكون عندهم حل للمشاكل، لكن للأسف ما حدش بيسمع. يا أستاذ محمد، أولا أنا الشباب مع احترامي وتقديري له، إن هو وصل للمرحلة اللامبالاة. يعني أنت يمكن لما بتمشي في الشارع النهاردة بتشوف تصرفات الشباب، أنا بقول هو ده الشباب اللي احنا عايزينه. مش هو ده شباب مصر يا فندم؟ مش يعني معلش، هو عندنا علماء وعندنا شباب حق. دي مجرد نماذج، لكن العام النهاردة محتاج لإعادة توعية شاملة، ثقافة تبقى ثقافة الشاب. يعني احنا بنقول دايما ثقافة المواطن، فاذا ما كانش الشاب هو اللي احرص على انه هو يبقى المتمتع بالثقافة العالية، يبقى مش هندور بقى على الرجل العامي ان هو نثقفه. احنا محتاجين ان الشباب اولا يدرس كل مشاكل بلده واحتياجاتها، ويعرف ايه الطريق الصح والممارسة السليمة اللي هو يتبعها. لو وصلنا لهذه المرحلة، واعتقد يمكن لعل وعسى اذا كانت الدورات اللي معموله للشباب حاليا بعد مؤتمر الشباب واللقاءات دي انها تنجح وما تبقاش طفره، لان احنا عيبنا ان احنا لما بنعمل حاجه فتره كده تاخد شو اعلامي ضخم وحركه وبتاع، وبعد كده تخفت يعني انا اتمنى بقى ان الاضاءات دي تتبناها يا مؤسسه الرئاسه يا قوات المسلحه. بصراحه هم يعني المؤسسات دي هي اللي احنا بنثق فيها. انا عايز جهه تحقق هذا العمل يبقى بصفه مستمره، مش وقتي ولا موسمي ولا طفره وتنتهي. نحتاج الى ان ده، لان هو لو شاب لو اندمج في الحياه الاجتماعيه والحياه السياسيه بطريقه جديه وجاده هيحقق فعلا، لان هو دلوقتي احنا بنعتمد على الشباب ان هو كام يمثل نسبه كام في المجتمع، ده اكثر من 60% 45% من مصر شباب. يعني احنا لو اضفنا زي ما رفعوا سن الشباب، مش في طلعوا قرار برفع سن الشباب لل 45 ال 45 هنلاقي معدينا 50%، هنعدي 50% وهنعدي 60% فعلا. صحيح. يبقى اذا دي الطاقه الهائله اللي ممكن لو استخدمت او هي بنفسها قادت العمليه صح. يعني ليه الشباب النهارده ما يقودش، انا بتكلم على العمل التطوعي، ما يقودش ليه وينزل في الاسواق ويقف ويشوف البياع سواء كان محل او بياع رصيف او غيره ويقف؟ لا انت كده غلط، وهو اللي يجيب له الجهه الرقابيه يطلبها، تعالى بتاع مفتش تموين عنده الضبطيه القضائيه، الاخ بتاع حمايه المستهلك ده بيتكلم كلام ما اعتقدش ان ما عندوش عمال، هو جهاز ايه يحمي المستهلك ازاي؟ يحمي المستهلك بانك تقدم البلاغ، وعشان يستقبل منك البلاغ لازم تكون معاك الفاتوره، وانت كم واحد هيروح يقدم وهو بلاغ؟ ما بيتحركش يعني هو جهاز قاعد روتيني بقى
هو يعني دي الحقيقه احنا استضفنا ناس من الجهاز فعلا. خلاص يبقى اذا هذا الجهاز هو الراجل كان بيطلب الضبطيه القضائيه ملوش اي لازمه اذا كان بهذا الشكل، يبقى هو عبء على الدوله لان هو بيكلف الدوله ملايين ودون عائد. انما هو الضبطيه القضائيه دي في ثانيه، ما احنا اذا كنا جادين في الرقابه وفي المتابعه وفي الحاجات الامور اللي هي هتحقق فعلا الانضباط بالنسبه للسوق وبالنسبه للاقتصاد، اعمل قرارات سريعه. مجلس النواب ده بهمته القرارات القوانين العاجله، هو بيستعين ببان لديه ضبطيه قضائيه، يعني هو بيستعين يعني بشرطه يعني التنمين. انا جايب واحد يجيب واحد. ايوه بالظبط كده. انا عشان كده بقول لحضرتك احنا كنا بنشتغل في جزر منفصله، احنا بنجيب واحد يجيب واحد. بالظبط كده. انا شايفه بيدور على اعلان مش عارف، يقول لك الاعلان ده غلط ويسيء. طب ما في جهاز يضبط هذه العمليه الاعلاميه. بالظبط. مش لحمايه المستهلك. صحيح. وحمايه المستهلك. صحيح. يشوف الراجل اللي ما بيبيعش السكر وما بيبيعش الزيت وما بيبيعش الرز وهكذا. لا ولو كمان دور في رقابه الاسعار كمان. ايوه رقابه الاسعار وبرضو احنا محتاجين لابد ودي مش عيب، موجوده في دول اوروبيه كبيره عمليه التسعيره اللي كنا عايشين عليها، التسعيره الجبريه. ما بلاش كلمه الجبريه، حاجه بتخوف رجال الاعمال ولا بتخوف المنتجين ولا بتخوف التجار. اقول تسعيره استرشاديه. ايوه بحيث استرشادية. اعتقد ان الاجباريه في حد حتى ما تنفعش مع نظامنا الراسمالي، احنا اتفاقياتنا الدوليه النهارده ونظامنا في دول راسماليه يا استاذ محمد بتعمل طبقت التسعيره، بتطبق التسعيره والمجتمع الجبرية. الدولي تقبل ده؟ المجتمع دول اوروبيه بتطبق التسعيره. عشان ايه؟ عشان تحفظ للمواطن حقه. ما هو دي مش ده بنقول حقوق الانسان؟ ما هو الانسان طبعًا. ان انا طبعًا. ابقى الاقي حاجه متوفره وبالسعر المناسب ليا، انما تيجي انت تسيب لي عشان واحد يسري ثراء فاحش على حساب اغلبيه مطحونه وفقيره ومعدمه ما ينفعش، يبقى اسميها تسعيره استرشاديه، بحيث ان الاجهزه بقى الرقابيه اللي احنا بنقول عايزين نفعلها وتاخد دورها صح، ان هي تبقى قدامها دي، مش هيروح بقى يكلمه لا، يقول له لا انت التسعيره النهارده بتقول كذا. طيب انت مخالف لهذه التسعيره، ليه؟ يبقى يتعامل معاه اجراء قانوني، يبقى استند على حاجه معينه ان هو يعمل له اجراء قانوني، واذا ما كانش في القوانين الحاليه قوانين رادعه فليصبر. لا في احنا عندنا الازمه ده، احنا اعظم يعني هقول على حاجه دوله في عدد انا هقول لحضرتك. لا انا هقول لحضرتك ما اعجب الى يعني ما اعجب من ذلك. انا واحد من الناس يعني يمكن عشت 28 سنه من حياتي في منطقه الخليج العربي. معظم القضاء اللي لسه موجودين لحد سنه 2016 النهارده في محاكم الخليج العربي مصريين. يعني احنا قانوننا ما بيخرش الميه، ده احنا بنعلم العالم القانون، لكن عندنا مشكله في التنفيذ. خلينا ننتقل بحضرتك لخبر تاني، هدف تكافل وكرامه الوصول لافقر الفقراء. نعم. أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف من برنامجي التكافل وكرامة للوصول إلى أفقر الفقراء والمسنين فوق 56 والمعاق والمرأة الفقيرة المتزوجة من زوج يعمل في وظيفة موسمية. ولفتت والي إلى أن الخطة تتضمن وصول 500 ألف أسرة كل سنة على مدى ثلاث سنوات. كان الهدف التواجد في كل محافظات الجمهورية، وتم التركيز على الصعيد ثم الوجه البحري لتغطية 27 محافظة، لافتة إلى أن النظام المعاشات يحتاج إلى التحسين وأن هناك برامج لحماية الفقراء لحين تعديل المعاشات. يعني النهاردة بنتكلم عن مشروع تكافل ومشروع كرامة، يعني خلينا النهاردة يعني نشوف تعليقك على هذه الأخبار. اولا دي كلها امور كويسه جدا، يعني هي بتخدم القطاع العريض من الناس اللي هو بيعاني الفقر والاعدام ومحدوديه الدخل وخلافه. ودول احنا يعني لو بصينا له هو مشروع جديد، طبعا لا شك ان هو جديد، لكن هو كمان بينقصه حاجه كان يجب انها قبل ما نبدا ننفذه ان نعمل، كان لازم الوزارات المختصه بالبحث وتحديد هذه النوعيات من الناس ان هو ده شغلها يسبق هذا، ان يبقى فيه عندي قوائم في لستة موجودة يعني وزارة التضامن دي مهمتها ايه اللي هي لها جامعات منتشرة في كل القرى، ابسط حاجة انها تحصر هؤلاء الناس وتسجلهم زي ما القوى العاملة المفروض تحصر كل انواع البطالة وكل اسماء الناس اللي بيعانوا من عدم توافر فرص عمل دي، يبقى هي دي دورها. ويبقى في بحوث اجتماعية جاهزة، انما انا دلوقتي بجيب اي حد عشان اقول له مش لازم اعمل بحث اجتماعي هل هو يستحق او لا، وهل هو له دخل ولا لا، وهل الدخل اذا كان له دخل هل هذا الدخل يكفي ولا ما يكفيش. دي كلها امور لازم تبقى واضحه
تبقى موجوده موجوده داتابيز في سجلات يعني في قاعده معلومات. فين بقى ان احنا كل وزاره بنسمع عن ان فيها مركز معلومات لو توفر هذا هيبقى من السهل. انا هقول لحضرتك الاعجب من ذلك، الاعجب من ذلك ان احنا طبقنا منظومه الرقم القومي يمكن من سنين طويله. تمام. المنظومه دي قادره تماما بعد التعديلات اللي تمت عليها وطرقت عليها بضروره تجديد البطاقه كل 7 سنوات، لضروره تجديد البيانات كل 7 سنوات. يعني انا اعتقد ان المنظومه احنا عندنا الداتا بيز وعندنا حصر لكل المواطنين، وانا مش عارف ازاي لحد النهارده بيكون عندنا في دوله رقم قومي وكل مواطن له رقم، ولسه كل واحد فينا لما بيروح التامينات بياخد لسته ورق قد كده، ويروح الشهر العقاري ياخد لسته ورق قد كده، ويروح المرور ياخد لسته ورق قد كده. الدول اللي حصرت مواطنينها وعملت لهم قاعده بيانات الكترونيه بتديهم بطاقه الكترونيه واحده فقط فيها شريحه كده زي بتاعه التليفون بتاع الشارع بتاع الكابينه بتاعه زمان. يعني وعلى فكرة الموضوع ده مش مكلف خالص، يعني مش مكلف أبدا. البطاقة دي مش هتتكلف من خاماتها مش هتتكلف 2-3 دولار. يمكن أنا لو النهاردة قالوا لي كمواطن مصر روح طلع البطاقة الإلكترونية الجديدة وادفع فيها 50 جنيه وخف على نفسك كل الأحمال اللي بتلاقيها في الجهات الحكومية، هروح أدفع 100 جنيه وأطلعها. المنظومة سهلة، والشبكة العنكبوتية ببلاش، الإنترنت ببلاش، وكل المصالح الحكومية فيها إنترنت. فاضلنا إيه؟ سيستم. ما نقعد مع اي حد من شباب كليه الهندسه البارعين المخترعين المبدعين دول يعمل لنا منظومه. لازم انا كل ما اروح حته اطلع اخد كوم ورق معايا، يعني ليه؟ ما هي في دول العالم كله هي بطاقه واحده بيحطوها في الجهاز يعرفوا انا مين ومتجوز مين وعندي عيال مين وعيالي في انهي مدارس وانا متامن عليا من انهي جهه وشغال في انهي جهه، وهي هي رخصه القياده، وهي هي تاريخ تجديد السياره وتامين السياره، كل حاجه حتى في المطارات النهارده هي هي نفس البطاقه كمان. بعد ادخلها في الجهاز واحط صبعي على البصمه اطلع اركب الطياره ارجع احط، مفيش موظف بيقابلني، يعني هي نفس البطاقه. والموضوع ما بيتكلفش فلوس عشان بس ما حدش يقعد يقول لا اصل احنا يعني مواردنا ما تستوعبش. لا، الكلام ده ما بيكلفش فلوس، وان كلف فلوس العائد بتاعه المادي بيوفر مليارات. يمكن احنا فعلا يمكن كان في كلام ايام حكومه محلب على تنفيذ الحكومه الالكترونيه، انا مش عارف ليه الملف ده وقف، لكن خلينا نستكمل مع بعض برضو موضوع هو في محمد. هو مش الحكومه الالكترونيه مش كانت ايام محل ده، الحكومه الالكترونيه دي كانت مطروحه من 10 سنين مثلا او اكتر. لا بس كان الكلام على التنفيذ واتعمل القريه الذكيه ومش القريه الذكيه على ان دي تبقى النواه السنتر. ما هو دي مشكلتنا احنا بقى في التنفيذ، احنا عندنا يعني الافكار كتيره جدا لكن وسهلة. التنفيذ مفيش حاجه خالص. يلا ان شاء الله خير، يعني انا عندي امل، انا عندي امل، ما زلت متفائل. اصل البطاقه اللي انت قلتها الرقم القومي دي كفيله انها تحل كل حاجه، يعني انت بتدور على الفقراء هتلاقيهم في بطاقه الرقم طبعا القومي، بتدور على بطاقات التموين هتلاقيها في الرقمين اللي لهم المفروض كده. فدي يبقى هتطلع انت مش محتاج بقى انك تقعد تدور. انا طبقتها يعني هضرب مثال انا المواطن اللي رقمه 1-2-3 الذي امتلك سياره ماركتها كذا وكمان انا نفس المواطن الرقم 1-2-3 اللي عنده بطاقه تموين. ما انا بقول من يعني خلال هطلع حضرتك فاهمني يعني كل الفئات لا محتاج اعمل لجان تدرس ولا ناس تفهم رجل الاعمال وهتحدد الراجل اللي ما عندوش كل حاجه واضحه اللي متزوج فلانه المتسول وهتلاقي اللي فيه كل حاجه. يبقى اذا احنا بس بنجمع الناس دي ونحطهم في البوتقه اللي هي تحميهم وتخدمهم وتوفر بس وكل واحد ياخد حقه. يعني الموضوع سهل والله، يعني بس احنا لا هي نامل بس ان كله يبقى موضع التنفيذ الفعلي والعملي والسريع والعاجل بالشكل ده هتتحل كل مشاكل الدولة. لكن ان احنا للاسف التراخي سمه مميزه لينا في كل شيء. خلينا نتكلم النهارده عن موضوع صرف علاوه يوليو، ده يمكن موضوع خلاص احنا مستنيينه في القبض اللي جاي زي ما بيقولوا. يمكن موضوع بيشغل القطاع يعني الكبير من موظفين مصر والعاملين بالقطاع العام، حيث تعكف وزاره الماليه على اعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوه الدوريه للخاضعين لقانون الخدمه المدنيه الجديد الذي يحمل رقم 81 لسنه 2016 لاصداره قريبا، حيث من المقرر صرف العلاوه مع راتب الشهر الحالي وباثر رجعي من يوليو الماضي تطبيقا لاحكام قانون الخدمه المدنيه، وكذا اعداد مشروع القانون المنتظر اصداره لمنح العلاوه ايضا للعاملين بالجهات غير الخاضعين لاحكام قانون الخدمه المدنيه. هل حضرتك بتعتبر ده نوع من انواع الدعم ولا نوع من انواع تخفيف اثر رفع الدعم في القرارات الاقتصاديه الاخيره؟ لا هو اصل العلاوه الدوريه دي كانت مطبقه من زمان وما عدا يوليو،
ده بالعكس. انا بتكلم على ميعاد الاصدار دلوقتي. الاصدار ده جه متاخر لان هو المفروض الوضع الطبيعي ان كل واحد منتظر العلاوه من يوليو على اساس انها بترفع من دخله بتزوده، وبالعكس كان خروجها تنفيذها في يوليو بيدي شويه فرصه لان دي جت انت طبق عملت اجراءات اقتصاديه زودت الانفاق للمواطن العادي وقللت قيمه العمله وفي نفس وقللت قيمه العمله وفي نفس الوقت دخله هو فانت دلوقتي دي نوع يعني بتحاول تعالج ما افسده الظهر فانت محتاج فعلا انك انت دي ما هيش حاجه يعني انا مش شايفها انجاز ولا بتاع لانها هي حاجه طبيعيه وضع طبيعي كانت في شهر يوليو الناس اذا هو حق مستحق كويس وهو كنا هو يجيبه دلوقتي عشان يدي شويه اما واحد يلاقي عنده زاد له مرتبه قد كده يبقى في فرصه ان هو يتنفس في عمليه الارتفاع يعني هو ما حدش بيبص قوي على الزياده لانها مش هتبقى كبيره لكن بنبص على الاثر بتاعها في الراتب المتغير مش هتواجه ارتفاع الاسعار لذلك طبعا. انا في حاجه ملاحظه انك انت هتلاقي ان الناس لجأت عشان تزود دخلها بما يواجه زياده في الاسعار الكم الرهيب من الناس في البنوك منذ عملية إعلان شهادات الاستثمار ب 20% و 16% غير طبيعي وغير عادي لدرجة أنها وصلت يمكن 80 مليار لغاية دلوقتي في كذا يوم ده ليه؟ أن كل واحد عنده قرشين فيقول لك أنا هيتفرتكوا مني أحطهم يبقوا زودوا دخلي إذا كان هو سيب يقبض حتى مثلا 100 جنيه هيجي له 10 عليهم يبقى بقى 110 يعني دي جامد كمان يعني نهايه الخدمه مكافاه نهايه الخدمه الناس اللي هي طلعت على المعاش ديت ما يعني معاشاتها بتنخفض فجاه بعد المرتب بياخد 3 4000 جنيه ولا 5000 جنيه فجاه يلاقي نفسه بياخد 1000 جنيه واخد مكافاه 100000 جنيه مش عارف يعمل بيها ايه فطبعا لازم يجري على الحاجات ومش دي مش هيقدر يعمل بيها مشروع امكانياته فلما يحطها ويجي له في منها في الشهر 1000 جنيه ولا يبقى ايه سندت شويه يعني سندت شويه ودي برضو هي المصريين بيفكروا كويس وسريع الحركة في المجال ده والدولة برضو هي رفعت حتى للناس اللي كانوا واطعين شهادات استثمار رفعت 16 رفعتها الى تقريبا 15.5 كويس هي المفروض حتى اللي عنده اي حاجه ترفعه اوتوماتيك حتى عشان تخفف الضغط اللي موجود لا بس اعتقد ان يعني عامل ودائع او لا بيروح دلوقتي ده انا رحت عشان اعمل عمليه استطلاع لقيت الناس رايحه تكسر الودائع تكسر الودائع وتاخدها وتدخلها تاني يعني رغم انه ممكن يخسر فيها لكن يقول لك لا طب ما انا اصل في عائد اكتر عائد اكتر من الخساره هيعوض لي الخساره دي طيب فدي هي كلها وسائل بتدعم الحاجه صاحب الدخل الضعيف في مواجهه الاسعار أكيد. لما تبقى بقى في رقابه اشد وفي وفره خلي بال سيادتك ان الوفره في المواد والسلع الغذائيه هتخفض الاسعار رغم انف التاجر لان ما تبقى الحاجه كتيره صحيح خلاص بيخفض يبقى انت محتاج توفير بنسب عاليه جدا اللي هي تخفض الاسعار ورقابه شديده وصارمه يبقى الاثنين دول هيحققوا استقرار المواطن وراحه نفسيه في التعامل في السلع والمواد الغذائيه اليوميه. صحيح. خلينا ننتقل الى خبر جديد افتتاح 7 مراكز لايواء الاطفال بلا ماوى خلال اسبوعين. اكد محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر انه جاري علاج مرضى فيروس سي بالتنسيق مع وزاره الصحه وانه من المستهدف الوصول لعلاج 1 مليون مريض حتى نهايه ديسمبر المقبل بعد الانتهاء من مسح طلبه الجامعات تنفيذا لمبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي. واضاف محمد عشماوي انه سيتم افتتاح 7 مراكز لايواء اطفال الشوارع في 4 محافظات خلال اسبوعين اضافه الى تجهيز 17 اتوبيس يحتوي على عيادات. خلينا نشوف برضو النهارده تعليق حضرتك على هذا الخبر واحنا شايفين ان ملف اطفال الشوارع هي قنبله موقوته ممكن تنفجر في اي لحظه. شايف ازاي نقدر نعالج مشكله اطفال الشوارع بشكل اكبر وبشكل اعم؟ شوف يا استاذ محمد هي منظومه الاطفال بلا ماوى دي مش قصر على الاطفال بس هي في ناس كتير من افراد المجتمع بدات تظهر بشكل بشع عمليات التسول اللي بقت ظاهره بارجو ان مصر تصل في وقت من الاوقات الى انها مصر بلا تسول او بلا اي واحد متسول في مصر. اطفال الشوارع دي محتاجه ايه انا وجهه نظري فيها ان اذا كان صندوق تحيا مصر زي ما ذكرت هو اللي هيتولى العمليه دي ان يتعمل مراكز ايواء ضخمه اجتماعيه يعني اي حتى مباني متوفره حاليا نحولها الى مراكز ايواء. في ايام زمان يمكن انت ما تذكرهاش كان في حاجه اسمها ملاجئ الايتام صحيح وعلى سبيل المثال عبد الحليم حافظ ده
وهو شرقاوي تربى في هذه الملجأ. أنا شفت المراكز دي مراكز في منتهى الاحترام والنظافة وأكل وشرب وتدريب وتعليم مهنة. صحيح. أولا ينتج وهو قاعد يعني عامل لهم ورش نجارة ورش حداد يشتغلوا فيها فلوس يشتغلوا فيها يبقى الطفل ده بقى ممكن. ده وأنا على جيلي كمان كان عندي زمايلي في الفصل في المدرسة من بيخلصوا يروح الملجأ. ويروح ايوه ما هو بيروح مدرسته ويجي يبات في الملجا وياكل ويشرب اقامه دائمه اقامه دائمه وفي نفس الوقت اللي اصلا مش متعلمين بيبقى له ده بقى اللي محتاجه الاطفال بلمائه ان لازم انزل الم كل الناس دي وعلى الاقل هتعرف عليه هويته ايه مين اللي وراه له اهل ولا ملوش مال ايه اللي خلاه في الشارع في ظروف اجتماعيه ده كله انما انا ما اقولش ان انا عايز اعملهم اعالجهم نفسيا لان انا حسست ان هو مريض نفسي خلاص هفقد حياته كلها. صحيح. انا الم الناس دي الاول في مراكز اجتماعيه كبيره وايه وابتدي افرزها واصنفها واعمل لها بحوث اعرف مين اسرهم لهم اسر ما لهمش مال ايه وجودهم في الشارع اصنفهم في السن اصنفهم في التعليم وابتدي اعمل لهم مراكز تدريب وليكن يا سيدي اذا كانت القوات المسلحه هي الجهه الوحيده اللي تتحمل هذا يكره طبعا واللي بلغ منه سن معين ما اجنده في الجيش واديله مرتب واحسسه بانسانيته انما انا اسيبهم بيناموا في الشوارع وما اعرفش مين له ما هم دول مش قنبله موقوته دول قنبله دائمه مش موقوته لان موقوته دي ممكن قنبله تنفجر وخلاص صحيح. لكن دي دائمه انا لو واستغلالهم سيء جدا صحيح. وكانوا فعلا بالفعل بيستغلوا من جماعات العنف والتطرف انهم كانوا خد يا ابني يروح مديله 50 جنيه روح حط البتاعة دي في الحته الفلانيه صحيح استخدموهم بالفعل ده وصلنا للتجاره في الاعضاء كمان وطبعا بياخدوه يعملوا عمليه ياخدوا منه كلى ياخدوا منه كبد ياخدوا منه اي حاجه وخلاص مقابل فلوس فانا المفروض الدوله دي المتسولين والاطفال بلا ماوى لابد ان يكون في مراكز تعود ايام زمان يعني انا في مصر بستعجب ان الامور دي اختفت ليه ملاجئ الايتام دي مراكز التدريب المهني للاطفال بلا ماوى يعني انا شفتها برضو الأطفال بتيجي إقامة دائمة وتتعلم مهن صحيح. وبعد ما يكبر إن كان في فرصة أو يشتغل في مركز تدريب يعني ده لحد أولا ما يجوزوه كمان أولا ده يعني أيوة كله صحيح. ما هو ما إن بنقول تكافل وكرامة ما هو التكافل أنك بتكفله لغاية ما تخليه يبقى رب أسرة والكرامة أنك أنت بدل ما هو متسول أو هو بينام في الشارع بيبقى له عمل أنا ليه ما أعملش دي مراكز إنتاج دي اولا هتحقق لي اشياء كثيره هتحقق لي انتاج في حاجات تانية هتحقق لي خدمات بدل ما دلوقتي السباك ولا البتاع بيتحكم في يروح يعمل لك الفيشه مش عارف ايه ب 50 جنيه و100 جنيه, جنيه. طب طيب صحيح لما تبقى المراكز دي الناس هتروح ابعت لي هات لي حد من عندك او بالتليفون ابعت لي حد من عندك يجي والولد بدام هيبقى يحس ان هو بيستفيد لان دي كمان هتدي له انت استفاده من الشغل ده صحيح. يعني غير فلوس كانوا بتعمل له دفتر توفير كل صحيح ولد صحيح في الملجا يتعمل له دفتر توفير احنا بنقول مراكز اعداد وتدريب يعني مش هنسمي ملاجئ الايتام ولا بتاع ده كل زي ما كانت في مصر كلها كان في تجمعات زراعيه كان في مزارع دواجن كان في مزارع مواشي ده كله اختفى ليه؟ كانت الاجهزه المحليه المحافظات كانت تتسابق كل محافظه في انها تعمل عندها مشاريع منتجه للتسمين الدواجن او البياض او الثروه الحيوانيه او للالبان كانت بتعمل تجمعات زراعيه المحافظه اللي فيها منطقه صحراويه كانت المحافظه بتديرها وبتطلع منها خضار وفاكهه ومحاصيل زراعيه وغيره النهارده يعني انا ما سبت العمليه للقطاع الخاص بلا ضوابط ولا انضباط العمليه كلها تلاشت وما بقاش في اي عائد يعود على المواطن العادي منها اكيد يعني انا عايز اشكر حضرتك جدا الاستاذ الكاتب الصحفي الكبير عبد المجيد الشواطفي على هذا التعليق الشيق على اخبار النهارده وبتمنى ان لقائي بحضرتك يتكرر مره ثانيه انا سعيد بيك شخصيا الله يبيك وبشكرك جدا اتمنى لك ولمشاهدينك كل الزهار ان شاء الله شكرا يا فندم اعزائي المشاهدين دي كانت اول فقراتنا النهارده الفقره الاخباريه حيليها مجموعه من الفقرات الحواريه هتكون معاكم بعد فاصل قصير تابعونا